back to my channel. Yuma, quand la qu'on fait la vidéo, les quatre sinon vous aimez le chien il y a la vidéo, elle a les modules, les qu'on fait en première année médecine générale bien sûr. Comme ringo le chien, il est qu'un tour médecine publique, bali ou la médecine privée, faudra te faire au nous les modules et parfois nous les profs. Pour la main d'attelon zef, let's jump straight onto the video. Awa haja qui va nous donner comme débat la répartition des modules. Pour la vidéo, غادي نقولوا الموديول وحتى البولي ديالو اي بيان سور نعطيكم حتى لا ميثود ديالي كيفاش خدمت فيه ولا شنو استعملت فيه باش نخدمو مزيان مي لي فورنيتور هما اللي غادي نهضروا عليهم في الفيديو اللي جاي اللي ان شاء الله غير تقرا لا رونتري غادي نديرو اول موديول واللي قلنا ميديسين غنقولوا هذا الموديول اللي هو لاناتومي لاناتومي اللي كنقراو فيها أعضاء الجسم، لي موسك، لي نيرف، لي زارتيغ، لي فين، اللي هو بيان سور علم أعضاء الجسم، كنديرو فيها دي ديسان، أفيك لا ديسكريبسيون ديالهم، كومونتير ديالهم، لي موسك، ألوغ بوغ لاناتومي في الإس أن كنت باقا ما عرفتش بالضبط كيفاش غادي نخدم حيت بيان سور يكون السيمستر الأول دخلتي لي، جي شوازي أنني نخدم بحال هاد الكتاب اللي كيكون مفرق. بزاف ديال لي ريبارتيسيون كيما استعملتو بزاف اكثر سمعتو بوغ لاناتومي بيان سور ما تكونش كتعرف ترسم بدينا بلا كاج توراسيك بحال هكا tu vois avec des commentaires كنكتبو الكومونتير عاد كيجي لو ديسان qui dit anatomie dit TP les rois l'ostéologie TP de l'anatomie les rois et l'ostéologie inchallah où allez aller tout sophie tablier donc je suis allé jusqu'à brin gollicum un premier jour à la marat le la tablier la wallo c'est une chiadi le jour des TP où allez qu'à sophie tablier dialogue كتشريها بيان سور وكتلبسها شنو غديروا فيه كيكون عندكم في الاول كيشرحوا لك الدرس ابري كيجيبوا لك باش تشوف شنو هما لي زو ديال بصح واش فهمتي كتشوفهم كتمانيبيليهم باش كتشوف لي فاس وكلشي حيت في الحصه الجايه غادي يديروا لكم واحد ان بري روكي اللي هو سي ان تيست ان تيست يكون فيه برسك دو كيسيون جو بونس كيسولوك فيه ولي كيتحسب حتى هوايا في ليكزامان ديال لوستيو سكي في حتى هوايا ما تضحكوش فيه بصيو فيه مزيان دابا نوريكم لا ميثود اللي كنت كنديرها باش نحفظ حيت في هاد لوستيو حتى هو يكونوا فيه بزاف ديال لو ريكيس كيفي الا ما عرفتش بزاف الحفاظه غيكون عندك واحد العائق مثلا الستيرنوم الستيرنوم حتى هو سي ان نوس اللي غتقراوه في لا سيونس لا سيونس الجايه غيكون عندكم ان تيست سويس كيف خاصك تحفظ هاد الشيء كاين في البولي وي مي انا كتجيني احسن انا نعاود نكتبو بيدي باش اون فوا كان انا كنكتب وكنحفظ وكتجيك ساهله بحال مثلا كنكتبو بحال هكا هاد الشيء راه مكتوب في البولي غير كنعاودو chimie et كنلقاو فيه chimie biochimie structurelle et biochimie métabolique بداو بلا chimie بلا chimie انا خدمت بهذا لو بولي سي لو بولي دو بروف لي بولي راه كيفاش غتعرفوهم راه البروم اللي قبل منكم في لو جروب ديالكم كتقول لك شنو هو لو بولي اللي تشري يكون ان كومبي سنتر في لا فاكولتي كتجي تشري منه شريت كيف ما قلت لكم هذا البولي والبولي ديال البيوشيمي بديت كندير دي ريزومي ديالي هذه هي لا ميثود ديال الشيمي بيوشيمي باش تفهمها مزيان الشيمي بيوشيمي هي بحال قلتي الموجول اللي شويه في الاس ان خاصك تخدمو مزيان تخدم لي ريزومي ديالك نوريك دابا كيفاش انا كنخدم الوغ بوغ لا شيمي واحد لا فوت اللي كنت كنديرها و جو فو كونسي انكم ما ديروهاش هي كانت باقا دو موا ليكزامان قلت موا غادي غير نبدا نكتب فيه لي زيكزام و موا لو ندي فيه لي كو سي ام نو هادوك لي دو موا بجوجهم خاصك تفهم لو كور فهمو مزيان عاد بدا دير لي ريزومي ديالك انا لا فوت اني غير كنت كنكتب لي ريزومي بلا ما نفهمهم هي اون غروس فوت كدوز الوقت على والو ف
فهم عاد كتب بيدك. انا من الناس اللي ما كنعرفش نحفظ بشي حاجه اللي ماشي ديال الاخرين، كيف هذاك اللي كناخذ بزاف ديال لي ريزومي وكنكتبهم في ورقه ديالي. مثلا في الشيمي كنصوبت هذا ديال لاتوميستيك، في بزاف ديال لي ليزون شيميك وديال النوموكلاتور، هادو بحال صوبتهم انايا. اي بيان سور كنت دي تي دي افيك بروف اللي كادي تفهم فيهم. كاينين دي ريزومي اللي خديتهم عاوتاني ديال الناس اللي كبر منا فكنخدم بيهم حتى همايا. اهم حاجه في لا شيمي هو انك البروف كيعطيك دي زانال، هاد لي زانال tu dois les faire plusieurs fois، يعني من هاد لي زانال كان نص ديال ليكزامان ديال الشيمي كله غير من هاد لي زانال. ليليمون دو مودول لاخر سي لا بيوشيمي ستركتورال. بوغ لا بيوشيمي ستركتورال كنت كيف ما قلت لكم حتى همايا كنكتب لي ريزومي في الاول. ملي قرب ليكزامان وشفت لي كوسيم حاولت ناخذ دي بتيت نوت، واحد الورقه يبقى نهزها معايا ديما. هادي سيتي بوغ لا بيوشيمي ستركتورال. جي اسي زعما دو ريغروبي دي بتيت نوت بحال هكا، لي فلوريسون كيعاونوكم بزاف باش تعقل على داكشي مزيان. هكا دي بتيت نوت بوغ شاك شابيتر، وكنت درتهم هادو هما لي ريزومي درت بوغ شاك شابيتر. الوغ اون لي اسيد اميني، اون لي موغلوبين، اون لي زونزيم، اون لي كونزيم اي فيتامين اي لي غليسيد اي بيان سور لي ليبيد. هادو هاد لي كور راه سي سون باغي بوغ لي كاع لي فاكولتي ديال المغرب ديال لا ميديسين، اي بيان سور حتى بوغ لا فاكولتي ديال بريفي لي ام 6. اي عاوتاني كيف ما قلت لكم ملي داك يقرب ليكزامان جيساي دو بروندر دي بتيت نوت بوغ من الكوسيام بوغ بيان ميموريزي لي كيسيون كي سريبيت. وهادي سي اون ميثود لي كنصحك بها، انك ملي تقرا الكوسيام لي كيسيون كي سريبيت تحاول انك تكتب les réponses ديالهم فواحد الورقه او تبقى ميموريزي. ابري اون لا بيوشيمي ميتابوليك بيان سور، هي راه بوليفي ميتابوليك و ستركتورال، ولكن كنت كنخدم بلي ريزومي اكثر ما كنتش كنخدم بالبولي بزاف. من دي ريزومي بيان سور جي اسيي دو فير مي بروبر ريزومي كيف ما قلت لكم، بور لو ميتابوليزم دو غليسيد، بور لو ميتابوليزم ديال ليبيد ما كانش فيه شي حاجه، داكشي علاش ما كتبتش بزاف وحاولت انني غير نعقل عليه، كان زوين صراحه. Et bien sûr, des résumés pour la biochimie structurelle et la biochimie métabolique. Ou le résumé, les aounis bzaf li houa hada. Merci à Mehdi, li dalina had résumé. Et bien sûr, j'ai essayé aounis bach n'khadem had résumé. Ma kat chadem, ma fahemch la partie del glycine bzaf, ce qui fait la partie même ma tfahemch bzaf. Haoul tchadem biha plusieurs résumés. Aounis adn had résumé. Hachi kan warrikoum mara, rah ma kikounouch nous les résumés pour gar les facultés, mais pour vous donner une idée anna que vous devez. Travailler avec plusieurs résumés. تحاول تاخذ هذا الريزومي من هذا الريزومي من هذا الريزومي وتفهم مزيان. سورتو الا كنتي ما كتاسيستيش بزاف لي كور، فقط تحاول انك تخدم بزاف ديال لي ريزومي وان شاء الله ما يكون غير الخير. بعض المرات لي ريزومي يكونوا احسن من البولي حيت كيعاونوك، كيكونوا دي زيتوديون اللي مصوبينهم كيف فاهمينك كيفاش تقدر تفهم، هي كتبوا لك بواحد الطريقه اللي كتعاون. اي دابا ندوزو لوتر موديول اللي هو لا بيولوجي، اللي فيه لا بيولوجي سيلولير اي لا جينيتيك فوندامونتال. دونك لا جينيتيك فوندامونتال، لا جينيتيك فوندامونتال سي ان موديول لي بريسك ساهل دغيا كيتفهم، خدمته على ديغنييغ مينوت الحمد لله، يعني زوين وغادي يعجبك اصلا. قريتو في لا بريباراسيون سكي في غادي يجيكم ساهل. ها هو لو بولي، سي ان بولي دو بروف، سي بور لا اف ان بي سي. هذا هو لو بولي كيف ما شفتوا، راه تيكون افيك دي ديابو. شو كيفاش يكون لو بولي افيك دي ديابو. اي بيان سور عاوتاني جو دو فير مون ريزومي بور بيان ميموريزي. بور لا جينيتيك يا با دامباس كيف خاصك تعرف كلشي، دونك جي اسيي دو ريغروبي تو دون ان ريزومي. دونك جي اسيي انني باش ما يكبش الريزومي بزاف نقسمو ندير دي بوست بور يعني ميموريزي الحوايج اللي كيفهم بزاف. بوغ اون كيسيون اللي ما فهمتهاش كنكتبها هنايا باش نسول عليها ابري في لو جروب ولا لو بروف، يعني بحال هكا. هادي عشاني ما كنتش فهمت هاد لابارتي حاول نفهمها كيما عاودت كتبتها. اي صافي، هذا كانت واحد الحاجه اللي امبوسيتها في الغيزو، بس كيف خاصني نعاود نكتبها في الاخر باش ما تضيع حتى شي حاجه. لوتر ايليمون موديول اللي هو لا بيولوجي سيلولير، حتى هي عندها ان بولي، سي ان موديول اللي فيه بزاف ديال لي زانفورماسيون. انا كانت فيه شويه الفهمه ما شريتش البولي،
خدمت بلي ريزومي حتى هما جي في مون بروبري ريزومي ملي تشوف راسك ما فهمتيش شي حوايج وملي ساليتي الحفاضه وقربتي دير لي كوسام في لي كوسام كتشوف دي نوت انك ما فهمتوش حاول انك تكتبهم دون زي بيتي دفو وتلصقهم في الحيط اللي حدا ناموسيتك اون فوا كتحل عينيك كتقرا داكشي فكتبقى عاقل عليه سي اون ميثود تري 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 افيكاس واللي كتعاونني شاك اني شاك اني دون مون تراجي سكول alors pour la biologie j'ai travaillé avec ce résumé et j'ai fait bien sûr mes propres résumé pour chaque partie, pour la membrane plasmique, pour le cytoplasme, pour tout. La biologie c'est un module lesouine bzaf ou radiage comme bzaf. Aslan had le module kamel li houya génétique fondamentale biologie cellulaire, c'est un module très très intéressant li radiage comme bzaf. Et bien sûr la génétique et la cytogénétique li zadet ha houya li kol polyma kbech bzaf, ce qui fait comme je vous dis comme anna la médecine يمكنش تعيش فيها بوحدك ضروري خاص تكون عندك دي زامي وتكون مفاهم على برومو ديالكم باش تبقاو تسولوا في الجروب ما فهمتيش تسول ما فهمتيش معنى تسول ما فهمتيش شي كاستيون تبارطاجها مع لي زوطخ حتى هما يجاوبوك الا كنتي شي واحد لي انسوشابل كننصحك بانك تحاول دير دي زامي في لا فاكولتي باش ما تحسش براسك بانك عايش بوحدك باسكو سا سخا تري تري ديفيسيل انك تقرا سيتون Et nous avons aussi l'autre module, qui est la santé publique, qui fait deux éléments de module, la médecine communautaire et la biostatistique. Nous avons aussi la biostatistique. Oui, c'est l'élément de module presque le cadre de Goulou. C'est elle qui est un module mineur, mais, fait bizarre de l'écrire. Et il est relié le dernier menu de Ratelkab. C'est des difficultés parce que c'est un module qui fait le bzaf élément de module qui fait le bzaf la biostatistique quand ça va bzaf ديال الناس اللي غتخباش alors خدمت بالبولي وخدمت حتى بدي ريزومي خدمت بهذا الريزومي مهم كتخدم في الريزومي وتا هو خاصك دير فيه لي فليريسون وكل شيء اي البولي ديال بحال هكا كيكون فيه غير بحال ماشي ما كبيرش ولكن فيه بزاف ديال الحساب بزاف ديال شحال من حاجه فيها كيكونوا غير ورقي بحال هكا فكتحاول تخدم بهم وتخدم بيان سور مع البرومو ديالك تخدم دي فيديو يوتيوب شحال من حاجه باش كتحاول تخرج راسك في هذا الموضوع اي لا ميديسين كوميونيتير حتى هي خدمت بالبولي مي بزاف خدمت بالريزومي خدمت بهذا الريزومي اي دي ريزومي واحد اخر اللي خدمت بهم او بي دي اف ما شريتهمش ما امبريميتهمش هوايا البولي كيكون داير بحال هكا دي بارتي افيك دو بروف وقيلا كانوا عندنا وي دو بروف avec des parties كل وحده لا بارتي ديالها صافي كتخدم جي اسيي دو ريغروبي ما خصهمش ان ريزومي بيدي حيت ما جافي با بوكو دو طون مي خدمت غير النقاط اللي كبار واللي خاصني نعرفهم مزيان حاولت نكتبهم واخا هو سي طويل ولكن حاولت نكتب غير لي بوين اللي مهمين باش ما ننساش عليهم عاقل عليهم بحال هكا جو فو كونسي ان هاد الموديول ما تبقاش تسمعو ساهل ساهل وتخليوه لدغنييغ مينوت خدموه مزيان باش ان شاء الله Deuxième d'abord notre dernier module c'est la communication et l'anglais différents. Il y a deux éléments de module, TIS et l'anglais médical. Un brimbda l'élément de module l'anglais médical c'est un module, un module les zwin bzaf très 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 facile. Tu connais un comment Chérine? غير الضحك ولكن ما تسمعوش عشان يسهل يقول لكم واحد حفظوها الصباح في الطراب تكونوا غاديين وحفظوه نو حتى هو عطيه وقته مثلا عندك نهار في الديكالاج خدموا ديك العشيه باش تاسيميلي مزيان حتى هو تجيب فيه ان 20 ان شاء الله كان عندنا غير هاد البولي صافي يا ما كيحتاج لا ريزومي لا حتى شي حاجه غير من هاد البولي كتخدموا ما فيه شي حاجه زوين avec les exercices même prof اللي كان عندنا كان خدام معنا مزيان والله عمر هضر et l'autre élément module c'est TIS عنده ان بولي اللي هو هذا مهم شويه البولي كان داير بحال هكا كيفاش كيبان طويل مي ماشي شي حاجه ما طولش بزاف حتى هو يخدمو غير شويه قبل الديكالاج ونهار الديكالاج تخرج في راسك مزيان انا جي في دي بتيت نوت غير بور بيان زعما اسيميلي ما يكونش عندنا فيه شي مشكل مي سينون سي تا موديول لي زوين ودغيا تفاليدو ان شاء الله اي لو ديرني موديول في الاس 1 سي لا ميثودولوجي دابرونتيساج لا تيرمينو نبداو بلا ميثودو لا ميثودو واحد الموديول لي ليلمون دو موديول لي زوين بزاف واللي هو غادي يعلمكم كيفاش تقراو كيفاش تخدمو كان هذا هو البولي ديالو
C'est un module très intéressant. Je vous conseille ana باش تاسيستيو ليه. ساهل كيعلمك كيفاش تخدم. C'est un module très intéressant ou qui te valida ça هويا ساهل ساهل باش تvalida. L'autre élément module c'est la termino. La termino شنو كتعني بعدا هذا هو المودول هذا هو البولي ديالو. Termino شنو كتعني مثلا نتايا تافي ان باسيون. Tu brises tout le médecin d'accord. Tu dois décrire sa situation. Qui fait? Décrire sa situation avec des termes. Les termes qui sont médicaux. Donc les termes radicaux. Il a trouvé ma trouvé. Les termes. Vous voyez les quatre formes de termes. La termino. Un aya. Had polygénie tout. Fais un hum. On a écrit hum. Pour quatre les suffixes et les préfixes. Il y a des chouettes fada. Mais sinon, la sahel c'est ouais. Inch'Allah. حاول تخدمهم بحال هكا باش يجيني ساهل. سينو هادو هما لي موديول ديال بروميير سيمستر ميديسين وهادي هي لا ميثود بور بيان فاليدي فوتر سيمستر سون اوكين ديفيكولتي. هادو همايا لي بولي ماشي كنقول لكم هادي هي لا ميثود مي سي ما ميثود لي خرجاتني الحمد لله. اون ريكابيتول يعني تاخذ البولي تاخذ ريزومي تفهمهم مزيان تحاول دير دي ريزومي راسك تحضر بيان سور لي تي بي لي تي دي كلهم تشوف دي فيديو تشوف الا فهمتي شي حاجه تسول تي كاماراد في الجروب ديال لونتريد ما تحشمش تخدم لي كسام خدم لي كسام خدم لي كسام بزاف وان شاء الله بيكون غير الخير. That's it for the video. نتمنى يكون عجبكم واستفدتوا بزاف. ما تنساوش ديروا سبسكرايب لاشين لايكيو لا فيديو بارطاجيوها مع صحابكم باش هما يستافدوا ونتلاقاو في بارت 2 اللي هما لي موديول ديال S2 في لا ميديسين. نتلاقاو في الفيديو الجاي. باي.